FM. الكلمة ليك. هذه هي نحب نضربه نحن، نحب ضرب الممارسات القديمة، ضرب الآليات والوسائل القديمة للفساد والإفساد عبر الشبكات الحقيقية، مش عبر فهمت لله العون البسيط في سيد العقيد. سؤال مباشر وواضح، انتم في النقابة متأكدين اللي فما أعوان وموظفين متورطين مع كبار المهربين اللي مجدودين توا، الموقفين توا العشرة عينتوا؟ يعني احنا متأكدين، كل الناس متأكدة، يعني هذا خبر عام، يعني لا نقاش فيه ما نقشوشه، لكن علاش ما هيش ظاهرة الأسماء؟ علاش ما هيش هي، يعني علاش ما فماش ملفات حقيقية؟ راني شفت ملفات إحالة نتاع سي شوق الطبيب اللي قال فيها 30 و25 عون، راهي إحالات والله العظيم لا ترتقي أن لو أني ما جبتهاش السلاسة راني وريتها له، لا ترتقي أن تولي ملف فهمت لله ملف فساد، راهي شبهات يعني سلاسة يعرف فلان وفلان، يعرف فلان شنو الواحد، ما هيش قضية مثلا هذا كما قال سي واحد هاي نشوف فلوسنا اش عنا سيدي أملاك، يا سيدي حل 7000 ديوان يحل أملاك قابلين، احنا حل أملاك إذا كان عندك هذه يعني توصلك الشبهة الحقيقية، ما عايش تخليك تمارس شبهات غير حقيقية. الكلمة ليك.